إلى محافظة الخرج، حيث نجحت تجربة نفذها القائمون على مسجد الشيخ صالح العسكر بالخرج في استثمار المياه الرمادية مياه الوضوء في زراعة عدد من الأشجار حول المسجد. وتداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لتطبيق الاستفادة من المياه الرمادية بقايا مياه الوضوء في التشجير مع الإنشاء، وقد بدت الأشجار في حالة جيدة لافتة بعد عام تقريبا زراعها من خلال المياه الرمادية. الحديث أكثر حول هذه المبادرة ينضم إلينا الدكتور فرحان الجعيدي وهم جماعة المسجد وصاحب هذه المبادرة. دكتور فرحان، أهلا وسهلا بك عبر قناة المجد. حياكم الله ومساء الخير، وكل عام وأنتم بخير ومتعايدين لكم وللمشاهدين الكرام. وأنت بخير دكتور. بداية، هذه الفكرة صراحة ملفتة جدا، ياليت تكلمنا بشكل بسيط عن هذه المبادرة وكيف جت. طبعا إعادة تدوير المياه الرمادية هي فكرة قديمة وطرحت فيها أوراق علمية كثيرة وتداولها الكثير من الزملاء في الجامعات، وهي معمول فيها في كثير من الدول، لكن تطبيقها في المملكة أعتقد أنه حديث جدا، ولعل المبادرة التي تبناها الشيخ صالح العسكر مع إنشاء هذا المسجد قد تكون هي الأولى التي يعني تستفيد من المياه الرمادية من خلال عزل مياه الوضوء والاستفادة منها في التشجير، وكذلك مياه يعني الخارج من مكيفات الإسبلت وتصريفها مباشرة. يعني مش فقط يعني دكتور فرحان إنه كانت فقط مياه الرمادية اللي بقايا الوضوء أو ما زاد عنها، حتى كذلك مكيفات الإسبلت سويتوا تصريف لها للأشجار. بالضبط. وهي دائر ما يدور على المسجد ولا في مكان معين مثل الحديقة؟ بالنسبة للمياه المصرفة من الإسبلت تذهب مباشرة للأحواض المحيطة في المسجد أو الملاصقة للمسجد مباشرة بارتفاع محدد، و تسقي الأشجار بالإضافة إلى خط المياه الناتج من مياه الوضوء. أما مياه الوضوء فهي تذهب إلى خزان مستقل، ثم بعد ذلك يجري تعقيمها ومسمى ري الأشجار التي ملاصقة للمسجد والتي في المواقف المحيطة بالمسجد. جميل جميل. دكتور فرحان، شكرا لك على هذه المبادرة وأيضا التجاوب الكبير من هذا المسجد. مبادرات مستمرة صحيح. والجميل جميل. أنها متنوعة. يا سلام، حلو. وهذا كمان يعني تتكلم عن